في إطار الأيام الثقافية بالقطب الجامعي لأيت ملول التابع لجامعة ابن زهر، نظم نادي المواطنة والتسامح ونادي عطاء الطالب ندوة حول الشباب المغربي نحو إفريقيا بتأطير من خبراء ومتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. موضوع مهم، هو يحظى بأهمية بالغة على مستوى أهمية الشباب في أي مجتمع، ومن خلاله خاصة على مستوى فهمه لآليات العلاقات الدولية، بحيث سنعرج من خلال هذه المداخلة على جوانب تهم المحددات الرئيسية التي من المفروض أن يطلع عليها الشباب، خصوصا في العلاقات التي تهم المغرب بإفريقيا. بالموازاة مع ذلك، كيف يمكن للشباب أن يصل إلى ما وصل إليه في فهم القضايا الجيوسياسية والجيوستراتيجية، خصوصا إذا ما سلمنا بأن حقل الدراسات الجيوسياسية أصبح يحظى بأهمية بالغة على مستوى العلاقات الدولية والعلاقات الجيوسياسية. التوجه الحالي هو توجه فيه طبيعة اقتصادية وفيه كذلك طبيعة جيوستراتيجية تفرضها قضية الصحراء المغربية. لذلك فالشباب إضافة إلى الفرص الاقتصادية، بحكم أنه الشباب هم قاطرة نجاح أي أمة، وهم الذين سوف يقومون يعني مستقبلا بالاستثمار في إطار مقاولات إلى غير ذلك. كما تمت مناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب المغربي للانفتاح على القارة الإفريقية والانخراط في مختلف المشاريع الرامية لتحسين وضعية الشباب الإفريقي عامة والمغربي خاصة. استعادة المغرب للأسرة الإفريقية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. التي تحدثت معكم على ما يخص الدبلوماسية الإمارات للمؤمنين، الدبلوماسية الصوفية، الدبلوماسية